رجال المرور عين ساهرة وعين تتابع الحدث أولاً بأول، جهود ميدانية كبيرة يقوم بها رجال المرور في محافظة القطيف متابعة لقرار منع التجول، عمل دؤوب على مدار الساعة ومتابعة دقيقة لتنفيذ القرارات المختلفة. في جولة الإخبارية مع رجال المرور كان الهدوء الكبير في محافظة القطيف والالتزام بقرار منع التجول ما عدا القطاعات المستثنات، مرونة في التعامل ورقي في التواصل وحزم في تنفيذ القرارات. يقوم رجال المرور في الميدان بجهود كبيرة من أجل تنفيذ ومتابعة القرارات المختلفة. للإخبارية محمد الحمادي، القطيف.